الله معكم مشاهدي نور الشرق، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج على نور المعلم مع زميلي ميريلا خطار، يلي دايما عم نترافق فيها بمواضيع عم نقدر نشوف كيف ممكن الإنسان المسيحي يكون فعلا إنسان مملوء من نعمة الله ومن كلمته على خطى وسير القديسين. الله معك ميريلا ويعطيك العافية. أهلا، رح نتابع اليوم مع القديس خوسيه ماريا اسكريفا الاسباني، وهو مؤسس عمل الله او الاوبوس داي المعروفه بالعالم كله. اليوم خلينا نبدا معك بصلاه ميريلا قبل ما نتابع. بنطلب من الله ينزل كلمة الله من خلالنا على كل إنسان بعد ما تعرف على وجه يسوع الحلو، ليبارك حياته بالسلام والفرح. ومنقلكن إنه يلي بعد ما تعرف على الرب، بعد ما عرف الحب ولا السلام الحقيقي الذي لا ينزع، وبطلب من الله يباركك ويباركني أنا بحاجتي لبركته وكل المشاهدين. ومنبلش بقوته بالسياسة. والله يعني هودي ناس هم الشاغل إنه الناس تحكم الأرض بروح الله. رانيا لما بلشت المؤسسة بلشت بفترة كانت الكنيسة شوي خيفانة منهم، يعني هن بيساعدوا كل الناس بشتى المجالات، لكن هلأ هن أهم مؤسسة تحت سلطة الكنيسة ونشكر الله على هالشي. انعملت المؤسسة لمساعدة الناس ومن كل الفئات. غريبة شوي المؤسسة ميريلا، هل هن رهبان أو علمانيين؟ هن رهبان ويدعمون علمانيين، وهن نشطوا دور العلمانيين بالمجمع الفاتيكاني الثاني لأنه دعاهم البابا وشاركوا. كيف بتصير القصة؟ بتصير أنه هالمؤسسة الكل بيساعدوا كل الناس، حتى في مسلمين يستقبلوا من غير المسيحيين، ناس بتحب يسوع وبتحب الخدمة بيجوا بيساعدون، بيضلوا مسلمين ما بيتغيروا أبدا. نحن نعرف أنه يسوع دايما فاتح إيديه لكل الناس، بيروحوا بيناموا بيوتهم بيجوا بس بيشاركوا بالماديات. يعني في ناس بتعطي نص بيدعموا. رزق، في ناس بتعطي نص الممتلكات تبع للمؤسسة، في ناس بتعطي 10%، في ناس ما بتعطي، بتعطي بس عمل إيديها. بس عمل رائع، وبفتكر هي اليوم فخر للكنيسة. وبدون يبلشوا بلبنان وإن شاء الله بتبلش المدارس طبعاً إذا الله بريد. في شغلة حبيتها كتير بيقولها خوسيه ماريا إسكريفا، نحنا بنرجع منشدد إنه الكتاب يلي كتبه اسمه الطريق وهو من نور يسوع. بيقول إذا جارك يمكن خاطئ أو زاني، نحنا أوقات بنهرب من العالم، حتى أنا يعني أوقات ولادي إذا حدا مشي معهم مثل خاف وهيك إنه قلن ما تتأثروا فيهم. لنحميهم. بيقول بس ليكي شو بيقول، بيقول لا تهرب من الخاطئ، كان الرب مع الزنات ولم يزني، أحب السارق وعشره ولم يسرق، كن في العالم وليس منه. يعني أكيد هي دقيقة الشغلة، يعني إحنا منخاف على أولادنا من إنه العشرة الرديئة، وأكيد هيدا حق، لكن إذا منقدر أو منعرف إنه حدا بعيلتنا مشيته مش كتير حلوة، مش نهمله أو نوحده أو نعزله. إذا يمكن إذا بتخافي على الأولاد يمكن ما يأثروا فيه، أنت تحركشي فيه، أنت بعطي له مسج. يعني دايما الله هون ليمد إيده، ونحن إذا بنور المعلم نحيط هالضعيف ونقدر نوصل له الكلمة. بنور المعلم ما بيسوى نعمل الحيط، يعني ما بيسوى نبني الجدار، نعمل بلوكج مع الناس. هن بيساعدوا كل الناس، وهيدا يعني أكيد شرف لوجه يسوع. والحلو عندهم كل إنسان عنده مرشد. يعني شو بيمرق بحياتك كل إنسان عنده حدا بديره. يعني تنقول بل بالكنيسة، وهيدا أصلا لازم تطبق بالكنيسة. يعني اليوم أنت بتختاري كاهن بترتاحي له، أكيد معترين الكهنة مش رح فيهم يلحقوا على كل الناس، بس انه اكيد اذا في قضايا صعبه مين قلنا يعني غير الكاهن يلي بيكون منور بنور يسوع. وهودي هن الناس اللي عاشوا وبهدف انه اسسوا مدارس
يربوا على السياسة. نرجع منقول يلي ما حضر الحلقة الماضية إنه ما نخاف من المركز، لكن نتسلح إنه إذا منوصل للمركز ما نفقد يسوع، وإذا منوصل للمركز الحزبي يظل يسوع هو اللي مكلل الحزب والمركز والدولة والوطن. ميريلا، دائما المسيحي الملتزم، نعم، او خلينا نقول المسيحي السياسي بهالحلقه بما انه عم نحكي عن السياسي، كيف لازم يكون غير عن السياسي غير المسيحي؟ بشو لازم يلمع؟ بشو لازم يكون تارك بصمات معينه من خلال العمل؟ لانه السياسي هي خدمه الخدمه العامه وخدمه الخير العام وليس المصلحه الشخصيه. صحيح. لكن أكيد الجواب بيكون من الكتاب مش أنا، لأنه حتى يسوع لما كان يتجرب كان يجاوب من الكتاب. دايما لما بتجاوب من الكتاب بيكون أحسن طريقة لتخرق قلب الإنسان. يسوع قال من كان أمينا في القليل يكن أمينا في الكثير. والخائن بلوقا 16 الفصل آية 1-12 بيقول الخائن في القليل خائن في الكثير. نحن ليش بنحس أنه الأرض لقلنا؟ الأرض لقلنا فيها خير، صحيح لقلنا، بس ليش بدنا نحتكر الأرض؟ يعني دايما مثل الوكيل دايما هيك لازم تحفر براسنا. بيتنا المشترك بيت الله، يعني بيت الله بيتنا المشترك. ليش ما دايما منحس منكسر هالكبرياء ومننزل بهالتواضع ومنحس إنه الأرض للكل، البترول للكل، الذهب للكل، الماس، هودي كلها خيرات يعني يسوع، ويسوع عطى الإنسان. ليش من دايما بدنا؟ بتعرفي في شغلة أنا دايما بحكيها أوقات، نحن مننبسط بالشغلة قبل ما توصل، وبس توصل بيصير بدنا غيرها. هي جمال الأشياء أنه ننبسط بهالأرض بمعطيات الله ونحلم محلل، لكن قبل ما يتحقق الأحلام نعيش برضا المشيئة الإلهية اليومية، وهي السعادة إنه اليوم أنا شو عندي بدي أفرح، ما أقضي تذمر وخوف من المستقبل. نحن الإنجيل ببلش لا تخافي يا مريم وبيخلص لا تخافي يا مريم. بلش مع العطرة لما أجا الملاك وهي معطرة، يعني إذا عرفوا أنه حبي بدهم يرجموها، قال لها لا تخافي يا مريم. وهيك الله بكل تعبنا وقضيانا، ولما راحت المجدلية المريمات وقال لقيوا ما في حدا بالقبر، قال لهم أنا مش بالقبر، ما تخافوا رح تطلعوا من القبر بقوتي بمساعدتي. وهيك يعني دايما أنا بحب كلمة الخوف، لأنه هون في اقتصاد صعب، في فقر، يعني في تعب. وهلأ يمكن الناس بيقولوا تنظير هين، صحيح التنظير هين والجمرة أكتر شي بتحرق مطرحها، بس يسوع بيبارك البيت اللي بيفوت عليه، وإذا بيفوت هو بيعطي البركة وبيعطي عدم التذمر. لكن أنا كمان بتذمر، أنا ما ناقصني شيء بس أوقات بتذمر، ويوم اللي بتذمر من عشية بستغفر الله وبقول له أنا نقيت، ويقطع النق، أنت مباركني وأنا بدي أرجع أشوف بركاتك بحياتي. دايما نشوف الأشياء الحلوة وما نحتكر كل الأشياء، يعني دايما الأحلام حلوة بس الحلم المشترك للحاكم، الحلم المشترك. يعني ميريلا، على نور يسوع كيف قدروا الأوبوس داي يغيروا رجال السياسي ويقدروا يعلموهم ويبنوا لهم شخصيتهم؟ ليكي، بابا فرانسيس بيقول كلمة حلوة كتير ودايما بيقول هالجملة، بيقول اغفر لنا يا يسوع لأننا لن نحبك يوما بقدر ما أحببتنا. يعني نحن شو ما بنعمل قدام الله مقصرين. اليوم قد ما بيخدم الإنسان مقصر، لأنه فينا نعمل أكتر. أوقات نحن بيننا وبين حالنا منحس أنه قديش بدنا نعمل عملنا، ما بيكتر شيء على يسوع، ويسوع هو اللي بيبارك هو اللي بيعطي، وبالأخير ما حدا أكرم منه، هو معطي المواهب ومعطي الخيرات والممتلكات. بيقول الخدمة هي الحب، بيقولوا أوبس داي. يعني وقت بتخدمي حدا ما فيك تخدمي إذا ما بتحبي، إذا بتكرهي حدا فيك تروحي تساعدي، ونحن ما بنكره المسيحية. بيقول الخدمة هي الحب، والحب هو الزاد المبارك الذي يقدم إلى النفوس المتألمة. يعني لما بيجي حد لعندك عايزك، إذا ما فيك تعطيه كتير
أعطيه شوي، ما أنت بهالشوي أعطيتيه حب، بس إذا رفضتيه يعني الرفض هو جرح كبير للإنسان. والحب يساعد النفس لبلوغ الفرح الحقيقي. مشان هيك دايما بيشددوا بيقولوا مش شو بتعطي، كيف بتعطي، قديش أنا حبيت لما أعطيت، الطريقة اللي أنا أعطيت فيها، مننت، وهيدي الدعوة اللي دايما يعني بابا فرانسيس بيشدد عليها ميريلا، نعرف نطلع بعيون الآخر، صحيح، نحسسه أنه إنسان محبوب بنفس الوقت، وهذا الشيء كمان عم تتفضلي وتقولي. صحيح، بيقول بابا فرانسيس المجد الحقيقي هو مجد المحبة، ما بيبني الآخر إلا الحب. يعني اليوم إذا أنت عندك حدا بالبيت عايز، إذا بتمسكي هيك $100 بتشلحيها بوجهه، لو اشترى خبز فيها أعطيتي جرح، ما أعطيتي حب. الحب هو اللي يعني هو اللي بيغير. بكرة رح يجي حلقات مقابلة إذا الله راد والله عطانا العمر والنعمة، في ناس غيروا ببسمة، ناس يعني تيريزا الطفل يسوع كانت تقول في راهبة ما كانت تحبها لتيريزا تعذبك اليوم، تقول تيريزا الطفل يسوع كنت كل يوم أمره حتى وتضحك له ونقلت له الله بضحكتي. يسوع موجود بالبسمة، يسوع موجود بالكلمة الحلوة، يسوع موجود باللسان اللطيف، بالوداعة. مش دايما يعني الخدمة مش دايما مصاري، ومش دايما الإنسان بيكون بحاجتك جسديا. أوقات نحن بس الخدمة هي نقل للرب. يمكن أنت أوقات بتكوني متقاتلة مع جوزك، متشارعة يعني مش متقاتلة، بتطلع ما لك نفس تتحكي، الخدمة هي أنك تتحكي. يعني لأنه كمان الشوفير بتطلع معه والبوسطة مهمش وتعبان، الناس تعبانة، يعني دايما الرب بيعطيك نعمة الخدمة، والخدمة مش دايما باليدين. كان يقول مر يعقوب الكبوشي شو بدك اليوم، يمكن لسان اليوم الخدمة مش ضروري دايما يعني بأعمال يدوية. مشان هيك نحن منسعى لخلاص النفوس، ومنسعى أنه الله يبارك حياتنا. بيقول كمان عطايا الله، اسمعي لحتى ما نحتكر الأشياء لقلنا، بيقول عطايا الله يجب ألا تسيطر عليك، يعني مصرياتك ما يكونوا هن الحاكمينك. أنت قادرة إذا بدك تعطي مصاري، قادرة. في ناس منا قادرة، في ناس مطمورة بالمصاري بس منا قادرة تعطي، بيكون أكيد مشاكل نفسية لا نتين، لكن بدنا نوعى حتى بالمشاكل النفسية مع يسوع. يعني كلمة الله بدها تغيرك، بدها تغيرني. بيقول عطايا الله يجب أن لا تسيطر عليها، يجب أن لا تسيطر عليك، أعدها إلى مكانها الصحيح. ولكن بمين بيستشهد؟ بيقول إبراهيم لما راح يذبح ابنه، الله جرب يشوف شو بده يعمل إبراهيم. إبراهيم هي ممتلك إسحاق، يعني الذبيحة هي ممتلكاتك وممتلكاتي، ونحن منكون متعلقين. لكن لما قرر يذبحها، لما منقرر نذبح الذبيحة، يعني قادرين نحن نسيطر عليها، ساعتها بيكون التعلق صار بالله مش بالممتلكات. بيقول يعني لما ذبح إسحاق، أي ذبح الآلهة في حياته، ليعود إسحاق الابن وعطية الله ليس إلا. حتى أولادك ما فيك كتير يعني تتعلق فيهم. في ناس إذا راحوا أولادهم ما بيسترجوا يناموا بالليل تيرجعوا، ليش؟ أنت ربي ابنك على كلمة الله ويروح، أنت نام، بس يسوع ما بينام. البابا فرانسيس بيقول أنا، لأنه مار يوسف كان يجي الملاك بالأحلام، البابا فرانسيس بيقول أنا بحط كل طلباتي تحت شخص مار يوسف النايم، أنا بنام وهو يا حرام بضل فيه. يعني الله ما بينام، الله سهران، الله سهران. ميريلا، في قوانين للخدمة بالسياسة بنظرة خوسيه ماريا إسكريفا القديس، ياريت بترجع بتذكرينا فيهم. رح ناخد هالقوانين، بس أنا بدي أذكر بالناس اللي بيحبوا الكتب، في ساوث فيتنام الرئيس تبع ساوث فيتنام ابن خيو كتب كتاب اسمه تطويبات رجل السياسة. يعني إذا أنت بدك تكون سياسي، تطويب يعني طوبى لك، يعني يا لسعادتك. أنا بقول لك طوبى لك يا رانيا إذا كنت بتحبي الله، يعني يا سعادتك نيالك، لأنه رح يجي عليك النعم.
هيدا بيقول طوبى لرجل السياسة الذي يعرف كيف يصغي ويعمل للخير العام. نعم. وليس لأناه ومصالحه الشخصية. وطوبى لرجل السياسة الذي لا يخاف. اليوم رح نشوف الخوف بأوانين خوسيه ماريا إسكريفا. الذي لا يخاف ولكن يكون عنده خوف الله. الذي يخاف الله لكن لا يخاف يكون يعني هي القوة من صفات الروح القدس. شجاعة. نعم. يعني أنا إذا بدي أحكي كلمة حق بدي عيط للروح القدس. اليوم الحلقة قلنا خوسيه ماريا إسكريفا هدفه كل اللي بده يتعلم تيكون من أوبس داي بده يتعلم بإسبانيا، يعني هنيك النبع. لكن المدارس المنتشرة بكل أنحاء العالم هي لتربي ناس بمحبة الله، بتقوي، بعيش الأسرار وتلقن المبادئ والأخلاق المسيحية وتشجيعهم يكونوا سياسيين. ورح تشوفي الله قديش رح يزهر، رح يجي سياسيين قديسين بقوة الله وقوة ماريا خوسيه ماريا إسكريفا. ورح أقلك بس بسريع شو بيشجع رجال السياسة. بيقول لا مساومة. أنا أخذت قرار أن يكون رجل سياسي لأنه كتير قبل الانتخاب شيء وبعد الانتخاب شيء. ضلك أنت بدون قناع. لا مساومة. التضحيات، نحن التضحيات بنعرف أنه هي من عمل الله. قديش ضحى يسوع، نزل ترك مملكته وإجى على الأرض بالتعب. بيقول ليحولك الرب إلى رجل إيمان ورسول. قل ما تريد، يحولك الرب من الضعف والتشاؤم إلى القوة والتفاؤل. منرجع مثل مبارح لما قلنا نسكب نفسنا لله. ما بعرف اليوم قديش عم نرجع كل يوم لله لنسكب نفسنا. أنجز المهمات. رجل الهمم بيقول شدد الهمم. فوض، يعني لما بيكون الإنسان بمركز أوقات بيحط مستشارين ويرجع بالآخر ما بيستشيرهم. وأوقات المستشارين هني بيستلموا، اتنيناتهم غلط. يعني اليوم أنا إذا رئيس كل الحوالي اللي بدي استشيرهم يعني فوضهم، كل واحد ياخد مسؤولية. لأنه ليكي أوقات حتى ببيوتنا أوقات بناخد مركز التسلط، حتى ما بنسمح لأولادنا يحكوا. اليوم عم بيقول خوسيه ماريا إسكريفا خلي أولادك يحكوا، سمع للكل وانت قرر. يعني انا اليوم الرجل هو رجل البيت، البيت بلا رأس بيفرط. لكن اذا انا رجل البيت جوزي او انا، او يعني انا ما عندي رجل، بتكون مثلا امراه ارمله، نعم رأس البيت بده يسمع شفتي اذا عمره سنتين ابنك اسالي، لانه الله يعمل في الجميع. بتعرف شو بيقول بابا فرانسيس؟ بيقول اصغر واحد بالكنيسه اسمعوا له، ما تحتكروا الاشياء. يعني الانسان الحكيم بيسمع للكل. الرانيا رجل المؤسسي الحكيم، مش انت بتكوني عامله عنده بس، بتكوني كمان مستشاره، بس مش انت بتقرري. يعني اليوم انا ببيتي اذا جوزي بده يقرر على القليل يسالني، يعني لحسسني انه انا بدي فوت بهالمشروع، انا جزء من حياته. وبعدين بدي اقول شغله، خذوا الحكمه من الاطفال. يعني اوقات بتعرفي طفل صغير بيسألك أسئلة ما بتعرفي تجاوبي، بكيعك. منقول يعني دايما الأطفال فيهم ذكاء مش طبيعي، بس نحنا بكبريائنا ما منخلي ولادنا يحكوا. اليوم دعوة للبيوت، فوض، اسمه فوض مش فاوض. أعطيه مسؤوليات، وزع لأولادك. أنا اليوم إذا بربي ولادي من جديد بعطيهم مسؤوليات أكبر، توزيع من صغر المهام. توزيع المهام والمسؤوليات. تضرع إلى مريم، كل القديسين بيسألوا على مريم وبيستنجدوا بمريم. ونحن اليوم منتقاتل ومنقول هيدا بيصلي لمريم وهيدا بيعبد تمثال. والله عيب، عيب بقى عيب. أنا ما عم بعبد تمثال مريم، أنا عم بعبد صورة الحب والطاعة لله بصورة مريم ببيتي، يلي عم بتذكرني دايما بالفضيلة وبالتسليم للمشيئة الإلهية. عيب، عيب بقى نعمل مجادلات على التمثال. صدقوني يا أهلي، التمثال نحن ما عم نعبد أحجار، نحن عم نعبد بس للتذكر الرمز المقدس. والله عقله كبير، الله ما بيغار. بيقولوا العالم تركت الله ولحقت مريم، الله ما بيغار. الله وين أنت عم تكبر؟ وين عم تزهر؟ وين قلبك عم بيتحلى بالحب؟ وين عم تنقل المحبة؟ وين عم تعطي؟ بيكون هو هنيك
حتى لو بالحجر الله موجود، لكن بكيانك بنيتك بفكرك. اليوم سيمون أنا بحييه على الهوى كان عم بيقول لي بس يحضر فوتبول بيجيب يسوع بيحط صورته على صدره وبيقول له تعا حضر معي. اليوم أي سياسة بتمنى لهم يا رب، وأكيد في كتير جيدين، إنه جيب يسوع على كل قرار اللي تعا قرر معي يا رب. حتى بالأفراح بتقدر تقل بالغنية على محبة الله، يعني حضور الله في الفكر وفي الكيان، هيدا هي الصلاة يلي بيوصي فيها خوسيه ماريا إسكريفا. حلو. وكمان بيطلب إنه مش بس فقط أصحاب المراكز إنه هن يكونوا عم بيقوموا بعمل صلاة، ولكن هيدا دور لكل مسيحي لكل صحيح. ملتزم ميريلا، وهيدي دعوة اليوم من على نور المعلم. ليكي أكبر شيء وأعظم شيء لنصير ناس منيح إنه نتواضع، لأنه المتواضع لين بصير، المتكبر مسكر على حاله، المسكر ما بيفت له الهواء ولا بتفت له الشمس، الباب يعني خشب ما بيفوت شيء منه، التواضع بتفوت كل الفضائل منه. تواضع النفس بيوصي إسكريفا بيقول حافظ على التواضع، هيدي آخر وحدة، لأنه إذا أنا وبعد الطوفان إذا أنا بس فهمان وما حدا فهمان الرب ما بيعود يفوت. الله ليفوت هو شمس مثل شباك بإزاز أو بخشب، بيفوت بتفوت الشمس لما نحن نعطيها المجال بليونة الأشياء. مرة أنا حطيت كتاب إنجيل على الأرض وكنت عم بقرأ، وحد تختي حطيته على الأرض، إجت مرة لعندي قالت لي يا عيب الشوم ليش حاطة الإنجيل على الأرض؟ قلت لها شو فيها، أنا عم بقرأ نمت حطيته على الأرض لما يتجعلك على التخت. كيف بتعملي هيك؟ قلت لها أنا ما عم كب الإنجيل من قلبي، أنا حاطته على الأرض، مش يعني أصل النية أنه أنا يعني الناس لما بيقولوا تمثال وعذراء وعم تعبدوا صدقيني مجادلات عقيمة، أنا بتمنى أنه نطلع منها كمسيحيين موجودة بلبنان وموجودة وين ما كان، نطلع للقلب. يا بني أعطيني قلبك. وبستشهد بخوسيه ماريا إسكريفا اللي بيقول الله ينتظر أن يغير الكون فيك ومن خلالك، ينتظرك في القربان المقدس ليحولك لتحول الكون أنت. كل مسيحي عليه أن يعمل بصلاة وحب على مثال المعلم. واليوم بالسياسة نتمنى أنه نربي أولاد قديسين سياسيين صالحين، والله يقدس هل أصحاب المراكز والرؤساء، وأنا أكيد أنه عندنا كتير ناس طيبة ومنيحة لو ضاعوا بهالمعمعة وبهال يعني الفساد. الله يباركهم ويقدس جميع الناس ويطهر جميع الحكام. أمين. شكرا لك ميريلا خطار، وكمان صلاتنا بتبقى مرفوعة من على نور المعلم حتى يكون القديس خوسيه ماريا إسكريفا الإسباني هو شفيع السياسيين في لبنان والعالم، حتى يكون عم بيعطيهم النور والطريق والحق لحتى يمشوا فعلا على هدي الرب، ويكونوا عم بيعلنوا كلمته بكل عمل للخدمة العامة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعتكم على نور المعلم، والتقانا بالأسبوع المقبل إذا الله راد. إلى اللقاء. أمين.